وعقب هذا الفوز التاريخي للنادي الاهلي النهارده معايا في هذه اللحظات هشام محمد. هشام مبروك، فوز كبير جدا للنادي الاهلي واداء اكثر من رائع النهارده. الف مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، ومبروك لمجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه والعمال. كل الناس تعبت، كل الناس اشتغلت، كل الناس اجتهدت عملت اللي عليها، وتوفيق ربنا كان معانا النهارده، وببارك لكل الناس الحمد لله. سيناريو المباراه كنتوا متوقعينه، بدايه قويه جدا للنادي الاهلي في الشوط الاول، ونفس الحال بالنسبه في الشوط الثاني. الاهلي قدر انه يحرز 6 اهداف، وده شيء يمكن مهم جدا وجيد جدا. بص، لا محدش يتوقع طبعا ان النتيجه تبقى بالمنظر دوت، لكن بدايه اللقاء كنا حريصين ان احنا نضغط من الاول، والحمد لله كان توفيق ربنا معانا وقدرنا نجيب جون في وقت يعني ممتاز. ما كناش نتوقع خالص ان احنا نوصل الوقت دوت ونجيب جون، فالحمد لله يعني ربنا كلل مجهود اللعيبه والجهاز الفني، وزي ما بقول لك الناس كلها تعبت جدا واشتغلت ومركزين جدا الفتره اللي فاتت، فالحمد لله ربنا ادانا التوفيق. يعني مباراه الوداد شايفينها ازاي وهتستعدوا لها ازاي، واحنا ما خدناش البطوله لسه، الهدف الاساسي بالنسبه لنا هو البطوله ان شاء الله. خطوه مهمه اكيد النهائي باذن الله، من بكره نبدا نستعد وندرس الوداد كويس، وان شاء الله الماتش اللي هنا باذن الله يا ربنا يوفقنا فيه ونعمل نتيجه كويسه تكون مريحانا هناك ان شاء الله. طمني على ايدك. انا كويس الحمد لله، ان شاء الله بكره اعمل اشاعه، ويمكن الكسر قرب يلتئم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ابقى موجود اليومين الجايين باذن الله وافك الجبس باذن الله. توفيق يا هشام. شكرا. ده كان لقاءنا مع هشام محمد احد نجوم النادي الاهلي. طبعا سواء اللي لعب او ما لعبش كلهم طبعا يستحقوا الشكر النهارده على هذا الاداء الرائع، على هذه النتيجه التاريخيه، لكن